يا اهلا يا جماعه الخير. اول شيء كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، وان شاء الله نعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. سمحونا على انقطعت الصراحه عنكم مره فتره طويله. رايحين اليوم نغوص في الليله يا جماعه الخير. نسيت اقول لكم حاجه، ترى كاني قطعت اخر فتره في يوتيوب، بس كنت متفاعل في جميع مواقع التواصل، تيك توك، سناب، انستغرام، في كل مكان اكتبوا اسمي، نفس اسمي تحت يزيد الدريني، طلع لكم في كل مكان. اليوم بنغوص من واحدة من شواطئ جدة، فالحين جا اخذنا الجولف كار هذا اللطيف ورايحين على البحر. الغير عادي، ما احنا طالعين بحر مفتوح اليوم، يعني مو بوت. هو نازل سكوبا وانا نازل فري ان شاء الله. خليكم المخلوقات العجيبة والغريبة في الليل. نشوف كيف الغروب هناك بعيد. قبل ما ننزل بتكون راحت الشمس. شوفوا كيف البحر، سبحان الله. يا الله بننزل في هذا الظلام يا جماعة الخير الآن. مهم يا جماعة الخير، والله جدا 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 وحشتوني، يعني من زمان مرة ما نزلت مقطع، يمكن لي شهر ما نزلت. فالله الله بالدعم، لايك وسبسكرايب من الآن. يلا اليوم حاخذكم خطوة بخطوة، كأنكم بتغوصوا معايا، كأنكم غواصين انتوا اليوم. خطوة بخطوة حاخذكم كل شيء بالترتيب، احنا ايش نسوي، ايش نلبس، كيف نلبس، وليش نلبس الشيء الفلاني، فكل شيء حيكون بالتفصيل ان شاء الله. المهم طبعا اول شيء لبست البوت الله يعزكم، عشان البس مع البوت الزعانف، فهذا يعني بمثابة واقي للرجل عشان الزعانف، وعشان لا سمح الله لو اي شيء خبط في الرجل ما يصير شيء. ثاني شيء لبست الرش جارد، طبعا هذه التيشيرت بمثابة بدلة، لانه الجو ما شاء الله ذي اليومين مرة حلو، بارد شوية فما ينفع انزل بدون شيء يعني. فالان لبست البوت والتيشيرت اللي هو الرش جارد، وهذا الماسك. طبعا الماسك حطيت فيه شامبو جوا، لانه احيانا يغبش تحت في البحر، فكل اللي عليكم تسوي تحطوا شامبو مثلا، تجي تدهن جوا وقت ما تنزل البحر، بس اعطيه رشة مويه وممسحه وامسح الشامبو هذا والبسه على طول. تستوعبين يا جماعه الخير انه الان حننزل في الظلام هذا في البحر، حننزل في اعماق البحر الظلام هذا. شوف القمر كيف. وصلنا يا جماعه الخير البحر، بننزل دحين في الليل وبنستكشف ايش ممكن نشوف اذا غصنا بالليل. غموض ورهبه ما تنوصف يا جماعه الخير. البحر بالليل شيء خيالي، كأنك بالفضاء كذا طاير، وظلام ما تشوف ولا أي شيء حولك. كثير مرة يخاف من البحر بالليل، لكن الحقيقة أن البحر بالليل أهدى مرة بكثير من الصباح، لأن أغلب السمك والمخلوقات البحرية بتكون نايمة بالليل، وهذه واحدة من أحلى المخلوقات في البحر، ودائما تحب تطلع بالليل. على قد ما إن شكلها حلو ورهيب والتفاصيل اللي فيها مرة حلوة، سبحان الله إلا أنها سامة. كل هذا الشوك اللي فوق سام، وما انصح اي احد يقرب من هذا المخلوق في الليل ابدا. نسميها دجاجة البحر او اللاين فيش. وهذه سبحان الله الصغيرة منها، نفس النوع لكن الصغير. شوف شكلها قديش مرة حلو، لكن على قد منها حلوة على قد منها سامة. زي ما قلت لكم طبعا اغلب انواع السمك بيكون نايم بالليل. شوف كيف الوضع هادي، الوضع هدوء. وهذا نوع من انواع الجمبري سبحان الله، وظيفته ينظف المرجان من شوائب السمك والاوساخ. سبحان الله كل مخلوق في البحر له دور بيئي مهم، ترتيب المهام عجيب سبحان الله. يعني وقت نوم السمك يطلع هذا الجمبري وينظف المرجان. هذا النوع من انواع السمك تسميه الخرب، في تفاصيل سبحان الله عجيبه. شوفه منقط كذا ازرق، سبحان الله تفاصيله مره حلو. اسماك الليل دائما عجيب. بعض انواع السمك تفرز حولها ماده تكون بمثابه قرون الاستشعار، الهدف منها اذا جاء احد يصيدها على طول تشرد وتروح. المهم الوضع كان هادي لين ما قررت تطلع هذه الشاقة. طبعا الشاقة على قد ما انه شكلها مرعب شوية، الا انها ترى ما تهاجم البشر، ما راح تأذيك الا اذا قربت منها واذيتها، هذه قاعدة عندكم بالبحر. المهم قررت هذه الشاقة تخرج تتعشى، تبي تتعشى اليوم.
طلعت من بيتها وقاعد تدور فريسة، واحنا قعدنا نمشي وراها لين ما تلقى فريسة، نبغى نشوف ايش الفريسة اللي راح تاكلها هذه الشاقة اليوم. شوف كيف تفاصيلها سبحان الله عجيبة، كيف تمشي وكيف تتحرك وكيف السمك خايف منها، شوف الكل بعد منها قعدت تلف وتدور وتروح مكان وتخرج من مكان، تحس ما في شيء عاجبها، تبغى شيء معين في راسها ما انت عارف ايش هو. المهم قعدنا طولنا بالنا معها وقعدنا نمشي وراها لين النهاية. طبعا الشاقة تحب مرة تخرج بالليل تصيد اكثر من الصباح، هذا سبحان الله من نوع المخلوقات اللي نشيطة مرة في الليل عكس الصباح. شوفوا كيف تدخل المكان، هذه السمكة كانت قريبة منها مرة، يعني كان يمديها تاكلها إذا كانت مرة جعانة، لكن هي في بالها شيء معين. إلين ما لقت هذه السمكة، شوفوا كيف قاعد تقرب منها تقرب، سبحان الله السمكة ولا تحركت. بوب في دقيقة واحدة خلصت عليها يا جماعة الخير، شوفوا كيف ولا حتى تحركت. شيء خرافي اللي شفته. أنا بحياتي ما قد شفت صيد سمك حقيقي قدامي في حياتي. سمكة صيدة بعد ما قد شفتها هذه في حياتي. شوفوا كيف السمكة ولا تحركت، يعني احنا لما نصيد سمك على الأقل يحاول يشرد، هذه سبحان الله ولا تحركت، تحسها أصابتها في مقتل. طبعا الشاقة لها فكين، فك تمسك فيه الفريسة وفك تاكل فيه، يعني دحين مسكتها وفك ياكل جوه لين ما أخذتها ودخلت بيتها. حاسس اني مره محظوظ اني صورت هذا اللحظه الصراحه. طبعا هذه واحده من برضو اخطر انواع السمك في البحر، هذه يا جماعه الخير مشكلتها ايش، انها كنا حجر، احنا نشوفها نحسبها حجر وهي بالحقيقه سام، كل هذا الشوك اللي فوق عندها سام وخطير جدا. اغلب انواع السمك بياخذ الشعب المرجانيه بمثابه بيت ومكان للنوم ومأوى. شوفوا حتى ذيول هذا السمك، في ذيل أزرق، هذا السمك متخبي جوا الشعاب المرجانية، فما بالك لو هذه الشعاب كلها ماتت، راح تدمر البيئة والسمك هذا كله راح يموت. وفي شيء لفتني بنص الغطسة كذا، شفت هذه السمكة مرة عجبتني، لكن للأسف شوفوا دحين لما تطلع السمكة فيها جرح مرة كبير في بطنها، شايفينه هذا اللي تحت لفتني مرة، كأنه أحد صادها أو جات فريسة تحاول تأكلها. هذا نسميه خيار البحر، هذا بمثابة فلتر للبحر ينظف البحر من التلوث. هذه من أخطر الأنواع اللي تضر بالبيئة في البحر، مضارها أكثر من محاسنها مرة بكثير. إذا شفت هذا الشيء في المنطقة أعرف أن المنطقة تتعاني بيئيا. بكذا ننهي غطستنا اللطيفة ونطلع نشوفكم فوق. خلصنا الغطسة اللطيفة الخفيفة، طبعا بلوك خفيف لطيف، إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بمعلومة واحدة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم في فلوق قريب.